من جديد أكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بمشوارنا لليوم بصباحات اللاذقية. الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول دائما فيه العديد من الأعياد، عيد ميلاد المجيد ورأس السنة، وبيناتهم يمكن عيد ما بيقل أهمية عن عيد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة. بالخميس الأخير من كل سنة بيعبر السوريين عن امتنانهم لأم الطبيعة وكرمها وعطائها. الشجرة اللي أنا بشوف أن هي بتمثل الأم دائمة العطاء بكل مراحل حياتها، لما بتكون صغيرة، لما بتكبر، بالثمار، بالظل، بكل العطايا اللي هي بتعطينا اياها. لهيك دائما نحن لازم نشكرها على الاشياء اللي عم تعطينا اياهم. ودائما السوريين مثل ما ذكرت بختام السنة بيشكروا الشجرة على عطاياها. طبعا الذكرى 72 لعيد الشجرة كانت بالخميس الاخير من هيدي السنة، حملة عنوان غاباتنا امانة فلنحافظ عليها. لنحكي اكثر عن هيدي الحملة رح يكون معنا معاون رئيس دائرة الحراج المهندس ماهر محمد. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. صباح الخير. صباح النور، وكل عام وانتم بخير، وبتشكر استضافتكم. كل عام وانتم بخير بمناسبة أعياد البلاد المجيد وعيد رأس السنة، وإن شاء الله بيكون العام القادم خير على بلدنا ويعمل الفرح والسلام ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. وانتم بخير ويسعدنا صباحك من جديد. بداية يعني نحن عم نحكي عن عيد الشجرة، قديش مهمة الشجرة اليوم بحياة البشرية كلها؟ طبعا أكيد عندنا الشجرة أو الغابة هي رئة الحياة، ولها أهمية في حفظ دائما عندنا التنوع الحيوي، حفظ التربة من الانجراف، إلى أهمية كبيرة. لهيك نحن بنحافظ دائما على غاباتنا وبنسعى دائما لزيادة رقعة هذه الغابات من خلال عندنا خطط الإنتاج الغراس التي بنعمل فيها بنقوم فيها سنويا في مشاتل دائرة الحراج. بعد هاي الخطط نحن بنقوم بتحريج المواقع المحروقة والمواقع المتدهورة. كانت خطة التحريج هذه السنة اللي بعام 2023-2024 في دائرة الحراج حوالي 900 هكتار. خطة إنتاج الغراس قمنا بإنتاج 7710 غرسة حراجية. طبعا لأهمية الشجرة ولتكريس مفهوم الاستدامة في زراعة الأشجار الغراس الحراجية ولزيادة رقعة مساحات الغابات، أطلقت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 5 حملات تحريج. من بين هذه الحملات كان عندنا عيد الشجرة المركزي. عيد الشجرة المركزي تحت عنوان غاباتنا أمانة فلنحافظ عليها. تم الاحتفال بعيد الشجرة المركزي في 28 الشهر برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء في موقع بيت زنتوت منطقة القرداحة. كانت مساحة الموقع حوالي 15 هكتار. تمت زراعة الموقع ب 10,000 غرسة حراجية من نوع الصنوبر السمري والغار والسنديان والأرز. طبعا كانت عندنا مشاركة كبيرة من جميع المنظمات، من اتحاد الشبيبة، من كتائب البعث، من اتحاد الطلبة، وجميع المؤسسات الحكومية كانت موجودة في الموقع. العديد من الفعاليات المقامة بمناسبة عيد الشجرة، وقبل كان في عيد الفلاحين، كمان كان في حملة تشجير. خلينا نقول العديد من حملات التشجير صارت خلال هيدا الشهر، نحكي عنها أكثر. هلا من بداية 1/11 لعيد الشجرة صار عندنا عدة فعاليات قامت بالتعاون مع مديرية الزراعة في اللاذقية دائرة الحراج. من بين هذه الفعاليات وكانت أهمها هي الاحتفال بعيد الفلاحين 59. تم تخصيص حوالي 60 هكتار في موقع الفجر في قرية الزيتونة التابعة لشبكة حراج قصدنا معاف لزراعته بحوالي 25,000 غرسة حراجية. تقوم جمعيات الفلاحية بالزراعة على عدة مراحل. كمان عندنا كانت فعالية تانية كمان مهمة، هي فعالية اتحاد الطلبة في موقع أم الطيور. قاموا بزراعة 6 هكتار ب 5,000 غرسة حراجية. أيضا شارك معنا فعاليات وجمعيات، مثل عندنا جمعية سوق الضيعة ببلوران كمان قامت بزراعة غراس صنوبر السمري والروبينيا. أيضا كمان قامت مديرية البيئة بموقع بلوران كمان بأحد الفعاليات. بالإضافة عندنا فريق ضوء سوريا في بجبل الحرة في ربيعة كمان قام بزراعة حوالي 3 هكتار بأشجار من الصنوبر السمري.
وهي الفعاليات مستمرة في العام القادم كمان حلو. في الثلاث شهور الأولى من السنة مستمر ضمن خطة التحريج في إدارة الحرائق. يعطيكم ألف عافية. طيب أستاذ بدنا نحكي عن موضوع الحرائق خاصة خلال هاي السنة، كان يعني شفنا كثير من المواقع اللي تعرضت للحرق، قديش بتسبب خطر الحرائق على الأشجار وعلى الثروة النباتية؟ طبعا دائما عندنا دائما نحن بنحكي في دائرة الحراج الحرائق هي الخطر الأكثر تهديدا للمجتمعات البيئية والنظم البيئية الموجودة طبعا في العالم نتيجة انتشار الحريق عندنا مساحات واسعة بفترة قصيرة. في حال عند توفر الظروف الجوية مثل عندنا سرعة الرياح الشرقية عندنا انخفاض رطوبة نحن دائما عندنا بكل سنة قبل موسم الحرائق عندنا إجراءات بتقوم فيها إجراءات وقائية بتقوم فيها دائرة الحراج عندنا خطة ترميم طرق عندنا شق طرق حراجية عندنا تجهيز فرق الإطفاء ومراكز الإطفاء منتشرين بالمحافظة بالعدة والأدوات وعندنا أيضا عندنا في المواقع الأكثر حساسية للحرائق نحن من زودها بآليات بصهاريج إطفاء جرارات إطفاء يعني حتى هلا هيدي السنة نتيجة المتابعة والجهوزية خلال موسم الحرائق كان عندنا عدد حرائق أقل مقارنة بالسنوات السابقة إلا باستثناء الحريق اللي صار عندنا بشهر 7/25/7 بحريق مشقيطة ربيعة كان هو الأكبر مساحة يعني صار عندنا السنة حوالي 66 حريق حراجي و517 حريق زراعي لحد نهاية هذا العام 2023 ولكن 2020 كانت تعرضت المنطقة لحريق كبير بعام 2020 خلينا نقول هلا نحن عم نشجر حملات تشجير دائمة لإعادة الغطاء الأخضر لجبالنا خليني أقول تمام بال2020 صار عندنا الحريق اللي صار عندنا ببلوران بأم الطيور بالبسيط هيدي المواقع اللي نحن هلا عم نرجع نعيد تحريجها كمان عندنا صار بالخرداحة بيت زنتوت بدباش كمان هي من المواقع المقترحة للتحريج اللي عم نقوم بتحريجها حاليا صحيح. إذا بدنا نحكي أكثر عن المخاطر اللي بتهدد الغابة بعيدا عن الحرائق بنعرف أثر الحرائق أو مثل ما حكيت حضرتك يمكن الحريق هو الخطر الأكبر ولكن أكيد في مخاطر ثانية تماما هلا نحن عندنا بالدرجة الأولى هي الحرائق عندنا الدرجة الثانية اللي بتهدد مواقعنا وغاباتنا هي التعديات الحراجية التعديات اللي بتصير على المواقع الحراجية للأسف خلال هيدي الأعوام السابقة زادت عنا هيدي التعديات نتيجة عنا عوامل وأسباب للأسف أثرت وانعكست سلبا على الحراج من هيدي الأسباب الوضع المعيشي للمواطنين وقلة فرص العمل خصوصا في السكان المحليين بالأرياف القاطنين بجوار الغابة يعني صارت مثل عندهم الغابة أو الاحتطاب أو بيع الأحطاب هي مثل مصدر دخل لهم الشغلة الثانية عندنا هي قلة الموارد الطاقة من غاز وغاز ومازوت وارتفاع أسعاره فأيضا كمان هذه جعلت مصدر لهم للتدفئة وللطهي وصار في عندنا مثل كتير ضعاف نفوس اشتغلوا بهذا الموضوع بموضوع صارت مهنة الاحتطاب وبيع الحطب يعني تخزين زريعة الفقر بهذا الموضوع نحن من خلال متابعة عنا العناصر الضبط الحراجية الموجودة في دائرة الحراج والموزعين بالمناطق المحافظة عم نحاول قدر الإمكان تقليص هذه التعديات ومتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين يعني لحديت هلا عنا حوالي 985 ضبط حراجة موزعة في المحافظة عنا حوالي 124 سيارة مصادرة محملة كانت بأحطاب مهربة فينا نعرف العقوبات اللي بيكون حق هيدون الأشخاص اللي رح تكون أنه بينكتب بحقهم ضبط حراجي خليني أقول هلا عنا العقوبات هي عديدة عنا حسب هلا في عنا طلع القانون الجديد 39 هو كعقوبات هو أشد من القانون رقم 6 لعام 2018 اللي كنا عم نشتغل فيه يعني عندنا مثلا قطع الأشجار كانت عندنا السجن من شهرين إلى 6 أشهر وغرامة مالية 1000 ليرة لكل سنة من عمر الشجرة هذه تقدر بعمر القطع بالضبط الحراجة نحن ضبطنا الحراجة بعناصر الضبط بتنظم ضبط الحراجة بينتقل عندنا الوحدة القانونية بدائرة الحراج بتتابع هذا الموضوع إدارة قضايا الدولة بتحول للمحاكم المختصة بعدين بس صار الضبط في عنا بالمحاكم المختصة بيقوموا بأخذ الحكم بهذا الضبط بالقانون الجديد صارت العقوبات أشد كسجن وكغرامة مالية حسيتوا بعد
يعني لهذا القانون أهمية بردع المخالفات؟ يعني حسيته شوي ضاءلت أو نقصت المخالفات والتعديات على الغابات؟ هلا القانون الجديد 39 قانون أصدره السيد الرئيس الأسبوع الماضي له أهمية ونوعية أكثر لحماية الثروة الحراجية وتنميتها والاستدامة فيها، وكمان شراكة المجتمع المحلي بالحفاظ على تماما، هو فعل النهج التشاركي للمجتمع المحلي. القانون 39 أهداف هذا القانون، خلينا نحكي بأهداف ومضمون هذا القانون، أن أول شيء عندنا تعزيز الدور البيئي والوقائي والثقافي والتعليم والبحثي للحراج. عندنا بالدرجة الثانية منع استجرار المنتجات الخشبية لأنواع الحراجية الموجودة في حراج الدولة. أيضا عندنا كمان صون وحماية الأنظمة البيئية والتنوع الحيوي وحمايتها. كمان عندنا تعزيز الإدارة المستدامة والمتكاملة للحراج وتعزيز النهج التشاركي مع المجتمعات المحلية، وهلا راح نحكي عن هذا الموضوع. أنا كمان من أحد أهداف القانون الجديد هي استعادة الأغطية الحراجية في المواقع المحروقة والمواقع المتدهورة من خلال عنا التحريج الاصطناعي. كمان هذا القانون الجديد عطى أسس للتحريج الاصطناعي، أسس علمية بحتة ما كانت مذكورة بالقانون الرقم 6. هلا في نقطتين نركز، التحريج الصناعي، شو يعني التحريج الصناعي؟ التحريج نحن المواقع، نحن الخطة التحريج اللي بنقوم فيها كل سنة، عندنا مواقع اللي بنقترحها هي المواقع المحروقة، المواقع المتدهورة اللي حكينا عنها، نحن بنقوم كورش تحريج عندنا تابع لدائرة الحراج بزراعتها. النبت الطبيعي اللي هو بيكون نابت طبيعيا بدون أي تدخل بشري. بالنسبة للنهج التشاركي وحقوق الانتفاع من الحراج اللي ركز عليها هذا القانون الجديد، عندنا حقوق الانتفاع للسكان القاطنين بجوار الغابة، عندنا الاستفادة من الأحطاب اليابسة بالتدفئة، عندنا رعي المواشي ما عدا الإبل والماعز، كمان ايضا عندنا وضع خلايا النحل في الغابات، هيك ضمن كثيره بتندرج تحت حقوق الانتفاع. ايضا الاستفاده من النباتات الطبيه والعطريه طبعا للاستخدام الشخصي وليس للتجاره. وهناك مشاريع كثير بيئيه مع المجتمع المحلي اكيد بالتنسيق مع دائره الحراج بحيث لا يؤثر على الانظمه البيئيه داخل الغابات او داخل المواقع الحراجيه المذكوره. طبعا هيك بيكون نوع من اشراك المجتمع المحلي بالحفاظ على البيئه. تماما، هلا نحن لما عم نشرك المجتمع المحلي، لما المجتمع هذا المحلي عم يستفيد من الاحطاب اليابسه وعم يستفيد من النباتات الطبيه والعطريه، راح يحافظ على هذه الغابه سواء من الحرائق ومن التعديات اللي بدها تصير عليها، لانه هي بالنهايه عم تعطي عم تكون مثل مصدر طاقه، عم مصدر له دخل له، مثل مصدر دخل له عم تكون هيدي. هلا اذا بدنا نحكي عن انشطه مديريه الزراعه خلال العام 2023، هلا الانشطه التي قمنا فيها بدائره الحراج مديريه الزراعه، كانت عندنا حملات التشجيع اللي قمنا فيها، عملنا الندوات الارشاد الحراجي يلي عم تكون فيها عندنا شعبه التنوع الحيوي، وحده الارشاد الحراجي سواء بالمدارس مع الطلاب بالمدارس، والتوعيه اللي عم تكون فيها عندنا، بالاضافه لل اللي صارت عندنا بكذا كذا ندوه عندنا للفنيين لزياده المهارات بالعمل وعناصر الضابط الحراجي لزياده خبرته. حلو. كمان شفنا عديد من الاكواخ تم افتتاحها مؤخرا، اكواخ بالطبيعه بعده مناطق جميله بالفعل كانت هلا لعديد من مديريه الزراعه بالاشتراك مع غيرها من المديريات. هلا هيدي كمان ركز عليها القانون الجديد، هي موضوع عندنا المنتزهات الطبيعيه، تماما المنتزهات السياحه البيئيه والمنتزهات الطبيعيه. تم افتتاح موقع عندنا المنتزه البيئي في الشردوب، تماما، في عده اكواخ ضمن غابة صنوبرية جميلة جدا، بيتم فيها عن التخييم، بيتم فيها مسير، بيكون فيه طبعا ضمن الحفاظ على النظام البيئي انه دون اي تخريب لاي نظام بيئي موجود بهذا الموقع. شفنا فيها سوق ضيعة كمان، كان فيها عدد من المنتجات عرضوا فيها منتجات سوق الضيعة كمان، هذا المعرض بالافتتاح كان الافتتاح. يعطيكم الف عافية يا رب. استاذ ماركي، اذا بدنا نذكر يعني توصيات خلينا نقول، او هي هيك كلمات من حضرتك لكل اللي عم بيشوفونا حاليا لحماية البيئة وحماية الشجرة، وخاصة بعد هذا المرسوم اللي سمح للكل بالتشاركية يعني لحماية هاي الشجرة.
هلا عنا نحن بالدرجة الأولى نطلب من الإخوة المواطنين طبعا أكيد عنا بموضوع الحرق المخلفات الزراعية أخذ الحيطة والحذر موضوع الحرائق. عنا الدرجة الثانية بالنهاية هيدي الغابات هي مثل ما أنا لدائرة الحراج هي للمجتمع المحلي، فأكيد لما بده يحافظ عليها المجتمع المحلي عم يكون عم يحافظ إلها، عم يكون عم يحافظ عليها من شانه، مشان هو، مشان مصدر الطاقة له، ولا لحماية التنوع الحيوي الموجود، حماية التربة من الانجراف، حماية النظم البيئية الموجودة في مواقعنا كلها. في خطة لافتتاح العديد من المنتزهات الطبيعية غير منطقة الشردوب خلينا نقول؟ هلا في خطط عم نشتغل عليها غير الشردوب، في عنا محمية الشح والأرز عم نشتغل على هذا الموضوع. في عدة مشاريع جديدة رح تنفتح، موضوع زيبلاين أخذت موافقات وإن شاء الله السنة الجاية بتتفتح هذه المشاريع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. كلمة أخيرة من حضرتك هيك معينة لكل حدا حابب تقولها؟ أكيد كل عام وأنتم بخير لكم وللجميع ولكل العاملين بمديرية الزراعة ودارة الحراج، ومنعيد الجميع كان مناسبة عيد الشجرة أكيد وعيد رأس السنة، ومتشكر المواطنين كلهم لوقوفهم معنا. وفي عندنا الرقم 188 للمواطنين اللي أبلغ مو بس عن الحريق، عن أي مخالفة ممكن يشوفوها. أي تعديات، أي تعديات ممكن يشوفوها بيتصلوا فينا. أكيد نتشكرك المهندس ماهر محمد معاون رئيس دائرة الحراج بمديرية الزراعة باللاذقية. شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لك وشكرا لحضرتك. الله يخليك. شكرا.